ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الجمعة 16 ديسمبر كانون الأول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، الحزن والغضب هيسيطروا على حياتك بشكل كبير وبيفوق خيالك. هتحس ان الوقت النهاردة مناسب علشان تتخلص من كل الحزن. هتخرج من البيت، هتقضي يوم بالكامل بالخارج، هتفتخر بكل اللي انت بتقوم بيه واللي انت بتقدمه لكل الأشخاص اللي حواليك من خدمات. خليك شجاع اكتر، هتتعامل مع كل الاشخاص اللي حواليك، هتاخد الوقت الكافي علشان تعبر عن نفسك اكتر وعن رأيك بطريقة ابداعية. بالنسبة ليك عاطفيا، عندك تصرفات مع شريكك ممكن تبقى مريبة شوية، هتحاول انك تستوضحها خاصة اللي بتبقى بتثير دهشتك من تصرفاته. بالنسبة ليك صحيا مهنيا النهاردة، هتحس بتطور في نفسك في الشغل عن طريق اتباع دورات تدريبية فيها تقوية للغة اكتر. بالنسبة ليك النهاردة صحيا، في رشاقة حلوة هتتمتع بيها انت ما كنتش عارف عندها اي حاجة من فترة طويلة جدا، والسبب هو ممارستك للرياضة اللي بدأت تظهرها من خلالها نتائج حلوة كتير. بالنسبة لحركة الكواكب وتأثيرها علينا، هيكون القمر في برج العذراء لغاية المساء، هيشجعنا على رغبتنا في اننا نساعد ونفرز ونحلل وننظم. القمر الاخير ده هو بالضبط هيبقى في شكل حلو مع الشمس اللي بتبقى في القوس، هيبقى في مربع مع برج العذراء في وقت مبكر من اليوم ده، هيخلينا نحس بشوية في تراجع عندنا، في حاجة جديدة فيها فرز بدل من دفعة كبيرة لينا. حتى بعد حلول القمر الجديد في الاسبوع اللي جاي، هيكون الوقت النهاردة افضل علشان نربط كل الاطراف السايبة مع بعض. هنقوم بجرد كويس، هنتخلى عن كل الحاجات اللي بتبقى فيها الزام لينا والزام يعتبر قوي، هنفكر في اكتشافات كتيرة مع بعض واللي بنعنيه من خلالها. ايه هي خطواتنا اللي جاية اللي مفروض نعملها وايه الخطوات اللي بتترتب عليها بعد كده؟ عندنا رغبات علشان نكتسب مهارات اكتر، هنتفوق على قمر العذراء اللي هيشجعنا في الشغل واننا ندي اهتمام اكتر خاصة لصحتنا ومساعدة الاشخاص اللي حوالينا، لغاية ما يدخل القمر لبرج الميزان بعد المساء وصباح اليوم الجاي. هنبقى بنسعى علشان نحقق التناغم والتوازن في حياتنا، هيساعدنا علشان نشوف الامور من جانب تاني ومن قصة تانية.